أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ نعم، عند الجمهور يقع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. نعم.